نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. هناك اسئله عن الصور، التصوير في الحفلات وفي غيرها. أصل التصوير أنه محرم، هذا هو الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة ولعن المصورين، رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير، والمجسم مجمع عليه ما له ظل، هذا بالإجماع. وتنازع العلماء فيما ظل له كالصور في القرطاس والخرق وأشبه ذلك، والجمهور على تحريم ذلك أيضا بعموم الأحاديث ودلالته على المنع، وهذا هو الصواب. الآن الحديث عامة، لكن يستدى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كتصوير المجرمين لمحاربتهم ومطاردتهم حتى يعني يحال بينه وبين الأذى للمسلمين، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه من جهة تصوير ما يكون من الأمراض خاصة التي يريد الأطباء يعرفوها في بعض الموتى، وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان إذا طلب، إذا طالب التابعية أو حرم من الدراسة إلا بصورة للضرورات والحاجات التي تشبه الإكراه. فإذا كان لا يعطى تابعية حرمة نفوس أو شهادة علمية إلا بصورة، فهذا يعتبر من الإكراه أو من باب الضرورة. قد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف لما يتعلق بالصور في مثل هذا التلفاز الذي تنقل فيه الصور، صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدا لي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في واسطة التلفاز أنها يعم نفعها أكثر. فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما قوى عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجه عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن أقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق مصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق المصلحة الفردية في تابعية ونحوها. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.